one of the thought leaders when it comes to SEO بالأردن. حكي لنا عن السوشيال ميديا نتوركس وكيف يساعدونا بالSEO. تفضل. صباح الخير، شكرا عشان جيت وشكرا عشان عمان تي تي تو هوست ذس ايفنت. اليوم رح نحكي بموضوع، سامعيني منيح اول شيء؟ طيب هيك احسن؟ اكثر من هيك صعب صراحه. طيب اليوم ان شاء الله رح احكي لمده ساعه عن موضوع سيرش انجن اوبتمايزيشن والسوشيال ميديا، كيف انه السوشيال ميديا ممكن تساعدنا بالسيرش انجن اوبتمايزيشن. اول سؤال، اس اي او، مين سمع هذا المصطلح؟ مين شو بيعرف عنه؟ اول شيء نبدا مين سمع بمصطلح اس اي او؟ نوت باد، تقريبا ربع الاودينس. مين بيقدر يعرف لنا اياه هيك سريعا؟ شو معلوماتكم عن الاس اي او؟ مين بتبرع يحكي هيك سريعا؟ اذا في مايك بليز. طيب بدون مايك، ما انك قريب منا. اوكي تفضل. ممتاز ممتاز، اوكي تفضل. هاو تو انهانس. طيب خليني اجاوبكم سريعا عن الاس اي او. اس اي او اختصار لكلمه سيرش انجن اوبتمايزيشن، هي الاشياء اللي بنعملها على الويب سايت حتى نكون ضمن النتائج الاولى ضمن جوجل. طبعا هذا كل شيء، هذا الشيء بيهم كل حدا، اي حدا عنده ويب سايت على اساس انه يجي ترافيك، لانه اي حدا على الويب سايت تبعه ما عنده ترافيك زي حدا مثلا فاتح مول بالصحراء، حتى لو كان هذا المول بجنن، لو هذا المول كان ويب سايت كان بجنن كان ممتاز، اذا ما في ترافيك كانه مش موجود. اوكي هاي هي الاس اي او. خلينا نحكي شويه كيف كانت الاس اي او زمان وكيف صار. مين زمان كان بيستعمل ياهو للسيرش؟ أو والله ماشي الحال. أوكي زمان بالفترة ما قبل جوجل كان ياهو تقريبا مسيطر على موضوع السيرش. للأسف هم غلطوا غلطة كتير كبيرة إنه اعتمدوا بالسيرش ريزلتس فقط على المحتوى تبع الموقع. طبعا صاروا كتير ناس عندهم ويب سايتس يسيئوا استخدام هاي الشغلة، صاروا يكتبوا أشياء على الويب سايت عندهم مش موجودة، ويب سايت يكون مثلا عن البزنس، ممكن يكتب اشياء ام بي 3 فري ستاف اشياء زي هيك، فصارت نوعا ما الريزلتس مش ريليفنت على السيرش ريزلتس. فاوندرز جوجل طبعا فكروا بطريقه ثانيه للسيرش ريزلتس بتعتمد على شو الويب سايتس الثانيه كمان بتحكي عن هذا الويب سايت، مش بس الويب سايت شو عم بيحكي عن حاله. اوكي بالمناسبه لما جوجل بلشوا بدوا بالتعاون مع ياهو، مين عمره استعمل ياهو وكان يشوف بالريزلتس تحت powered by Google؟ توقعت انه عدد ايدين قليل. تخيلوا يا جماعة، للناس ما بيعرفوا هاي المعلومة، انه ياهو كان لهم دور كتير كتير كبير انه هم يعملوا جوجل، لانه جوجل رفضوا انه يبيعوا الالجوريثم تبعهم لياهو، فحكوا لهم انتم ممكن تستعملوا الالجوريثم اللي هو بيساعد بتحسين الريزلتس مقابل انه تخلونا تحت بالفوتر powered by Google. فشوي شوي صارت الناس تدخل على جوجل، صار جوجل اكيد اضخم بكثير من ياهو. اوكي نمشي اسرع شوي. هاي شكل السيرش ريزلت على جوجل، شايفين هاي الاريا المحطوطه بيد، بتعرفوا هاي هي السيرش ريزلت اللي فعليا اصحاب الويب سايتس بيدفعوا مصاري عشان يطلعوا ضمن هاي المنطقه الاس اي ام. باي ذا واي الاس اي او از بارت اوف اس سي ام، بس اني واي احنا عم نحكي عن بيد. هاي النتائج الليستنج هون هذا بيد. اوكي بالنسبه للاريا الثانيه هي الفري. بدي اسالكم مين بيكبس على الاريا الاولانيه هاي البيد؟ مين بثق بهاي الاريا؟ واو تقريبا بس اربع خمس ايدين مزبوط، اللي هي الصفرة السبونسرد. اوكي حوالي خمس ايدين بس، وهي مش سبرايز صراحه. تقريبا جلوبالي عندنا بس 10% من كل كليكس على جوجل دوت كوم او اي جوجل ثاني، بس 10%
من الناس بتكبس على البيد ريزلتس، معناها اكيد 90% الثانيه عندنا على الفري. اوكي، اي ويب سايت معناها مش عم بيطلع على الفري ريزلتس في عنده مشكله كثير كبيره، انه فقط 10% من الناس تضغط على اللينك تبعه ومدفوع، فاكيد في عنده مشكله. عشان هيك انا بحاول اوصلكم اهميه السيرش انجن اوبتمايزيشن. لازم انا اشتغل سيرش انجن اوبتمايزيشن على الويب سايت تبعي حتى اطلع وذن الاورجانيك فري ريزلتس. اوكي، مثال كثير صغير، لو مثلا شفنا كلمه وظائف، مين عمره استخدم الجوجل كيورد بلانر؟ سابقا كان اسمه كيورد تول، من فتره صغيره صار اسمه كيورد بلانر. للي ما بيعرفه، هو تول من جوجل بمكنونا انه نعرف قديش في سيرش فوليوم على كلمه معينه، حتى يساعدنا بالتخطيط لموضوع الاسي او. كي راح اشرح انه لاحقا بعد اكثر بعد شوي، راح نلاحظ انه كلمه وظائف مثلا عليها 200,000 سيرش بالشهر. اوكي، خلينا نعمل شويه حسبه قديش ممكن الاسي او يوفر علينا مصاري. لو حكينا انه في عندنا 200,000 سيرش، بالمناسبه النتيجه الاولى بجوجل حتى ضمن الفري بس بتاخذ 40% من الكليكس، فتقديرا 40% من ال 200,000 هم 80,000 كليك. لو كان سعر الكليك 7 سنت، ال 7 سنت اخذتها طبعا من الكيورد بلانر تول، احنا عم نحكي عن $5,600. هذا اللي بوفر علي الاس اي او، بوفر علي بس بشهر واحد على كيورد وحده. فتخيلوا لو كان في عندي شغل على كثير كيوردز. بهمني بهاي المرحله انه الكل فاهم انا ايش عم بحكي. في حدا ضايع، في حدا مش عارف وين احنا، مش واضح الحكي؟ تفضلي. مش كثير واضح. اوكي، هلا اي حدا بيدور على جوجل على اي كيورد راح يطلع ريزلتس، مزبوط؟ جزء من هاي الريزلتس فري اورجانيك، هذا بيطلع بناء على الالجوريثم تبع جوجل. اذا اي حدا هذا الريزلتس هي فري، جوجل ما بدفع مصاري الويب سايت حتى يطلع ضمن هاي الريزلتس. وفي ريزلتس مدفوعه اللي هي اللي قلنا هذا البارت، هذا البارت مدفوع. اوكي، هاي الاريا حاجزينها جوجل على اساس الناس اللي مش قادرين يطلعوا بالفري اورجانيك ريزلتس حتى يدفعوا مصاري حتى يطلعوا بهاي الريزلتس. اوكي، فانا كنت عم بقول انه لو اشتغلنا منيح على الاس اي او على واحده من الكلمات اللي هي مثلا وظائف، اوكي، ممكن انا اوفر على حالي تقريبا مبلغ $5,600، لانه هاي الكليكس اجتني ببلاش، ما اضطريت ادفع $5,600 بالشهر حتى اجيب هاي الكليكس. فانا عم بحاول اوصلكم قديش الفاليو اوف اس اي او للشركات. اوكي، وقديش في ناس بتعمل انفستمنتس كثير كبيره كل شهر حتى يحسنوا امور الاس اي او عندهم. سؤال كثير مهم، ايش بدهم جوجل؟ مين بيقدر يقول لي ايش بده جوجل؟ ايش بدهم جوجل؟ ماني. ثانك يو فيري ماتش. جوجل شركه ربحيه، بتعمل كثير 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 بليونز اوف دولارز، تقريبا بتعمل كل 10 دقائق $1 million اوت اوف البيد ادز. جوجل كمان لهم تقريبا حصه 33% من كل الصرف اللي بصير على البيد كامبينز اونلاين، لهم 33%. طبعا هاي نسبه كثير كثير كبيره. اوكي، جوجل بدهم مصاري. طيب عشان يضلوا يجيبوا مصاري، بهمهم انه الريزلتس اللي عم تطلع بالسيرش انجن ريليفنت، انها فعليا يعني دقيقه او قريبه من الناس عم بتدور عليه. فعشان هيك جوجل كثير بعاقبوا اي حدا بحاول يتشاطر على جوجل. يعني مثلا في ناس بالويب سايت تبعهم بحاولوا يعملوا انفيزبل تكست، مثلا الويب سايت لون الباك جراوند ابيض، بصير يكتب كثير شغلات بالابيض على اساس ما تبين للفيزيتورز بس انه جوجل يشوفها. طبعا هاي احنا بنسميها بلاك هات اس اي او، كثير كثير جوجل بيعاقبوا عليها. اوكي، فواحد دائما ما يتشاطر كثير على جوجل. فهم في عندهم سبام تيم بالمناسبه بيشتغل فيه 10,000 بني ادم كل يوم بيشوفوا ويب سايتس، كل يوم بيعملوا عندهم بلاك ليست بيضيفوا عليها ويب سايتس. ما حدا يحاول يتشاطر كثير على جوجل، حاول دائما اعمل كونتنت ريليفنت وفعلا بيقدم فاليو للناس، راذر ذان انه انا اعمل تريكس حتى احاول اطلع بالتوب ريزلتس.
اوكي تذكروا رقم 10,000 بني ادم، لو كل واحد شاف 5 ويب سايتس باليوم بشوفوا 500,000 ويب سايت باليوم. اوكي بديش اروح كثير تكنيكال صراحه بالاس اي او، لانه انا مفروض احكي لكم عن دور السوشيال ميديا للاس اي او، بس كنت حابب اعطيكم يعني هيك سريعا كيف احنا بنبني الاس اي او بيراميد. اوكي اول شغله بهمني الويب سايت انه يكون اكسسبل لجوجل. اوكي زي ما قلت لكم مش كثير راح ادخل صراحه بديتيلز الاس اي او، لازم يكون طبعا في عندي يونيك تكست كونتنت، وهي اول نصيحه وكثير كثير مهمه. في كثير ناس بيدو كوبي اند بيست، هذا مش كثير هيلثي لاي ويب سايت، لانه جوجل بيعرف اول حدا عمل الكونتنت وده ويل كونسيدر انت انسان بس بتعمل كوبي اند بيست، وهذا بالنهايه طبعا ما بيفيد صاحب الويب سايت. عشان هيك عم نحكي عن يونيك كونتنت، هاي اول واهم قاعده بالاس اي او. سايت ماب كثير مهمه، السيرفر ريسبونس كودز مهمه، يو ار ال ستراكشر، يعني بهمنا هون بجوز ناس تكون تكنيكال شوي عشان تشتغل هذا الشغل، بس كويب سايت اونر لازم تتاكد انه انت عم تعمل البيسكس اوف اس اي او حتى يكون ويب سايت جاهز انه جوجل يقراه. ثاني مرحله كثير مهمه اللي هي الكي وورد ريسيرش اند تارجتنج، راح ناخذ بنكست سلايد ان شاء الله اكثر عنها. موضوع اللينك بيلدينج كثير مهم، كيف انا مثلا بكتب على ويب سايتس ثانيه بحاول اجيب لينكس من ويب سايتس ثانيه حتى اشرح عن الويب سايت تبعي. هلا كمان البريفيو اباوت ات. واخر موضوع اللي هو كثير مهم اللي هو السوشيال. اوكي هلا I'll give you more details ان شاء الله. You have to get these right اللي تحت اول اثنين عشان يزبط معنا امور لينك بيلدينج والسوشيال. اوكي هلا اهم سلايد. What others say about you is more important than what you say about yourself. هلا نظرية جوجل للويب سايتس ان جنرال والريزلتس انه انا ما بدي فقط اعتمد على المعلومات اللي تكون موجودة على الويب سايت حتى اعمل رانكينج، بهمني كثير اعرف شو التانيين عم بيحكوا عن هذا البني ادم. يعني مثلا لو كل الناس بيحكوا عن خالد الاحمد هو اشطر واحد بتويتر، خلص انا لسي انا جوجل بحكي اوف والله تو ماني بيبل سي انه هيز ذا بيست ان تويتر، معناته هي از ذا بيست ان تويتر، انه تويتر حتى لو ما حكى عن حاله. اوكي عشان هيك موضوع السوشيال ميديا له دور كثير كبير بالاس سي او، لانه احنا كاننا عم نحكي لجوجل اندايركتلي لسن هذا الويب سايت على الموضوع الفلاني. اوكي ليت مي شو يو ا فيري انترستينج اكزامبل. لو مثلا على جوجل كبسنا كلمه كليك هير، اوكي دورنا على كليك هير، التوب ريزلت راح تكون ادوبي بي دي اف ريدر. تمام طيب نروح على ادوبي بي دي اف ريدر البيج، راح تلاحظوا انه كلمه كليك هير مش موجوده بالتايتل، مش موجوده باليو ار ال، ومش موجوده بالتكست، لكنه هو توب ريزلت بجوجل. بتعرفوا ليش؟ مين بيحاول يحذر؟ كليك هير تو داونلود بي دي اف ريدر. اوكي لاحظوا هلا بليز ركزوا معي هاي النقطه، رغم انه بي دي اف ريدر البيج ما قالت عن ما كتبت ايفن كلمه كليك هير، لكن جوجل فهم اذا كل هالدنيا عم تحكي انه هاي البيج اسمها كليك هير معناته ات از كليك هير. هذا فيري انترستينج، لانه هذا تقريبا في الاسنس اوف اس اي او. كثير مهم نعرف انه الباك لينكس احيانا بيكون لها دور اكبر حتى من الكونتنت الموجود على الويب سايت. عشان هيك هلا ان بريف السوشيال ميديا لها دور كثير كبير، لانه لو كثير ناس على السوشيال ميديا عم بيحكوا عن ويب سايت معين انه عن توبيك معين most probably انه يساعده بالسيرش ريزلتس كثير. تفضل في مايك بس بليز. حسب علمي انه الفيسبوك ما بيعطي اكسس ل للسيرش انجن على المحتويات الموجوده جوا الفيسبوك، هذا صحيح؟ مش دقيقه المعلومه. هلا اول شيء فيسبوك وجوجل مش اصحاب، نبدأ بهاي الشغلة. طبعاً هاي شغلات على البزنس ليفل، عشان هيك فيسبوك حتى بيستعملوا بينج، لكن كتير سيرش ريزلتس أنا كنت أدور عليها كان يطلع لي من الريزلتس على الفيسبوك، فلا في لينك بينهم، بس يعني هم فعلياً مش كتير صحاب. بس بيزك لا، أي رزل أي شغلات عم تكتبها على فيسبوك بوست ممكن جداً 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 تطلع بالسيرش ريزلتس بجوجل. لأنه في خبر قرأته أنا قبل أشهر إنه فيسبوك بمنع جوجل تحديدا السيرش انجن تبع جوجل من انه يدور على المحتويات جوا، يعني مثلا واحد كاتب عن حاله بالاباوت
طبعا هلا كثير موضوع انه البوست افيلبل للببليك او برايفت بيلعب دور كبير. اكيد جوجل ما عندهم اكسس على البرايفت كونتنت، يعني اذا انت عملت ستاتس بينك وبين اصحابك جوجل ما راح يشوفوها، بس لو كانت ببليك يس راح يشوفها زيها زي اي ويب بيج ثاني على الانترنت. تمام، معناته البيجز العاديه اللي على الفيسبوك متاحه للجميع كونه. طبعا طبعا طبعا. في كان حد بده سؤال ثاني؟ مرحبا، بدي أسأل قديش السوشيال ميديا ممكن إنها عم تلغي أهمية الويب سايتس والإيميلز وهاي الأشياء أو للمستقبل ممكن؟ يعني بصراحة بحس إن الموضوعين شوي مختلفين. موضوع السوشيال ميديا أكيد له علاقة بالconversation مع الناس وengagement مع الناس، لكن الويب سايت بضل إشي مفروض يكون موجود لأنه هذا هو المعلومات الرئيسية تبعت الشركة اللي بتهمها ضل موجودة أونلاين، فهم شوية سبرت، يعني ما بقدر أقول إنه أي أهم، كل واحد له أهمية معينة. أوكي، شفتوا قديش مهم موضوع الباك لينكس؟ تمام. هلا الكيورد ريسيرش، أي SEO effort لازم نعمله لازم يكون بناء على خطة معينة، بناء على بلان. فأول إشي بهاي البلان ببلش معنا بالكيورد ريسيرش، يعني أنا لما بدي أعمل أوبتمايزيشن للويب سايت على أي أساس بدي أعمل له أوبتمايزيشن؟ يعني هاي بين قوسين هون choosing your battles. أنا ممكن أختار كلمة مثلا مش كتير ناس عم بيحكوا عنها لكن مش كتير برضو عليها سيرش، هاي كمان مشكلة. يعني ممكن أعمل أكتب توبيك عن زراعة شجر الزيتون على المريخ، أوكي لما أكتب هاي الشغلة أنا رح أكون top result، بس قديش في ناس عم بدوروا هاي الشغلة. فأنا الايديال كيورد عندي لازم أوازن بين ثلاث أشياء، اللي هي الهاي فوليوم، إنه نسبيا في عليها فوليوم مناسب في ناس عم بدوروا عليها كل شهر. أجين هاي متاحة المعلومة عن طريق الكيورد بلانر تول من جوجل. تنين لازم يكون عليها low competition، يعني مثلا أنا اليوم ويبسايت جديد صعب علي كثير إني أنافس الويبسايت اللي لها فترة طويلة أونلاين، اللي already عندها سمعة كثير منيحة مع جوجل، عندها عدد كبير من الباك لينكس. فأنا يفضل إني أستخدم كلمة عليها نوعا ما هاي فوليوم ولو كومبيتيشن، واكيد لها هاي فاليو. الهاي فاليو معناها انه هاي ريليفنت للكونتنت الموجود عندي على الويب سايت، الناس اللي عم بيجوا على الويب سايت عندي عن طريق هاي الكلمه ار سبيندينج انف تايم على الويب سايت براوزنج تو ماني بيجز، فانا لازم اوازن بين هاي الشغلات الثلاث. اوكي، التولز اللي بنستخدمها الجوجل ادوردز تول او الجوجل كيورد بلانر اللي بستخدمها للهاي فوليوم تو ميجر الفوليوم. اللو كومبيتيشن في ممكن انا ابحث بجوجل اكتب كلمه اول ان تايتل، لما اكتب اول ان تايتل على جوجل واكتب الكيورد اللي انا عم بدور عليها بحكي لي كم من ويب سايت ذكروا هاي الكيورد بالتايتل، فانا نوعا ما بعرف تقريبا قديش في عندي حجم الكومبيتيشن. سيم فور اول ان يو ار ال، بكتب اول ان يو ار ال بكتب الكيورد بعرف قديش هاي الكيورد مستخدمه بيو ار ال، فانا ممكن اعرف تقريبا حجم الكومبيتيشن. الهاي فاليو بعرفها من عن طريق الجوجل اناليتكس، قديش في ناس بيستخدموا جوجل اناليتكس من الاودينس؟ توقعت اكثر تقريبا 10 ايدين. الجوجل اناليتكس بحر مزبوط، بس مين عنده ويب سايت وما بيستعمل جوجل اناليتكس؟ مين مانجينج ويب سايت وما بيستعمل جوجل اناليتكس؟ اوكي، كثير 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 مهم انك تستعمل جوجل اناليتكس حتى تعرف الناس من وين عم بيجوا على الويب سايت، قديش بعده وقت، قديش في بيجز بير فيزيت الى اخره. موضوع الاناليتكس كثير مهم، هو اهم تول تقريبا نعرف شو عم بيصير معنا على الويب سايت. اوكي زامل وي نيد تو بلاي ا فيديو. طيب ويل سكيب ذات. طيب اتس اورايت، actually it's a video. ممكن اقول للناس بدي كونكشن كمان اشوف. طيب let's try اذا راح يشتغل معنا. كون الكونكشن صراحه مش كثير reliable بفضل ما نعمل فيديو، بس ممكن احكي لكم عنه بسرعه. هو it's a 3 minutes video من Matt Cutts هو المسؤول عن كل سبام تيم بجوجل. بحكي انه موضوع مين بيعرف مات كاتس للفضول؟
ايد واحدة تنتين تمام. بنصحكم كثير لأي ناس مهتمين بموضوع الـ SEO يتابعوا هذا الزلمة، يتابعوا البلوج تبعه ويشوفوا الفيديوز تبعه على اليوتيوب. مات كاتس كثير زلمة يعني من بيشتغل جوا جوجل أكيد وبيعرف كل إشي، وهو أكثر واحد بيشرح للناس عن SEO. فبيشرح لنا كان بهذا الفيديو عن أهمية السوشيال ميديا سيجنالز. أوكي، في مرة كمان سألوا جوجل إذا الريتويتس إلها علاقة كمان بتأثر على كمان السوشيال ميديا. فواحد سأل if an article is retweeted or referenced much in Twitter, do you count that as a signal outside of finding of an unknown follow links that may naturally result from it? The answer is yes. Okay. يعني في ناس كانوا عم بيسألوا إنه هالأشياء بتصير على تويتر، إذا في واحد إذا في تويت معين عملها كثير ريتويتس ومن ناس انفلونشل، هل هذا بيأثر على موضوع الـ SEO؟ طبعاً كان الجواب يس، بيأثر على الـ SEO، لأنه جوجل بيحاولوا قدر الإمكان، في عندهم باي ذا واي تقريباً 200 عامل حتى يطلعوا الـ Search Results 200 Factors. فبعض هاي الفاكتورز هو قديش هذا الموضوع انحكى عنه على السوشيال ميديا و how much it was retweeted. بيأثر إذا ما في، هلا في موضوعين، إذا ما كان في لينك إحنا بنحكي إحنا we lost traffic، لكن حتى لو ما كان في لينك بيعتبروها نوع من الأوثوريتي لهذا الويب سايت، في شيء اسمه domain authority. حتى الناس بدل بيعملوا مرات offline events بتفيدهم حتى بأمورهم الـ SEO. مدام في buzz، مدام في talk about a certain person عن موضوع معين، هذا بيأثر بالـ SEO positively أكيد. أوكي، فاحنا بنحكي انه الـ SEO and SEM should not be separate. There should be an element of SEO in all of our online activities. يعني حتى لما احنا شغالين على السوشيال ميديا يفضل انه في عندنا بلان معينه، احنا we're trying to position ourselves على keywords معينه. اوكي، خلينا نحكي شوي عن الـ benefits of engaging in social media. اوكي، او خلينا ندخل بيسكلي على السوشيال ميديا اكتيفيتيز تو هيلب وذ السي او. 1 كرييت سوشيال نتوركينج بروفايلز، يعني هاي احسن طريقه عشان انا اكسب باك لينكس كثير. بالمناسبه جوجل كثير بيكرهوا موضوع البيد لينكس، يعني في ناس اذا شفتوا ويب سايتس بتبيع باك لينكس هذا شغله كثير سيئه انه واحد يعملها. جوجل كثير بيكرهوا الناس اللي بيدفعوا مصاري عشان يطلعوا بالسيرش رانكينج. اوكي، ف لازم ندور على تولز نوعا ما فري عشان احنا نكسب باك لينكس. احدى اهم التولز طبعا اللي هي السوشيال مثلا نيوز ويب سايتس. في كثير ويب سايتس بتمكننا انه نعمل بروفايل، فاحنا هيك عم نكسب باك لينكس. ولازم نكون طبعا اكتف على هاي الويب سايتس، يعني ضروري انه كل بروفايل احنا عم نعمل له كرييت نكون اكتف عليه. اوكي، طبعا السلايد شو موجود، يو كان داونلود ات زي ما قلنا على الفيسبوك بيج تبع الايفنت. another way to get back links، وهي كثير بتساعدنا، اللي هي question and answer websites. انا personally speaking كثير keywords قدرت اكسبها او كثير results قدرت اكسبها، كانت صعبه علي كثير انه اكسبها على الويب سايت عن طريق ال question and answers website. في اكيد الياهو answers لها دور كثير كبير، ممكن اي حدا يتقمص شخصيه حدا عم بيسال سؤال معين ويجاوب حاله. هاي كثير effective by the way، لأنه كثير ناس when they search on Google they use questions. تفضل. ال IP address صعب يعرفوا جوجل إنه نفس ال IP address. No أنت أهم إشي إنك تستعمل أشياء by the way، يعني ممكن أنت legally تعملها، يعني مثلا تخلي أي حدا يسأل السؤال وانت يكون لك اكاونت على مثلا ياهو انسرز باسم الويب سايت وتصير تجاوب الناس، هاي بتزيد الاوثوريتي. عيد السؤال معلش. السؤال كان هو هل انه اذا انا مثلا بحط السؤال وبجاوب على حالي ممكن جوجل يكتشف اني انا نفس الشخص، وهل هذا له تاثير على انه يعتبرني سبامر؟ يس yes. هلا اكيد مستبعد جدا انه جوجل عم بتبعوا الاي بي ادريسز اوف بيبل بيسألوا السؤال بجاوبه. عشان هيك انا قلت لك بفضل لو شخص مثلا يسأل السؤال عادي، انت كان ask your friend انه يسأل هذا السؤال، وانت يكون لك بروفايل على ياهو انسرز وتجاوب باسم البراند تبعك، لانه هاي بتعلي
الاثوريتي بالنسبه لجوجل بيعتبرك شخص اكسبرت، لانه جوجل بده بالمناسبه بس شغلتين من اي حدا، اولا يفهم الويب سايت تبعه عن ايش بيحكي، تنين انه they are expert in what they're saying، انه انت عارف عن ايش عم تحكي. تمام، هاي بيساهم فيها الباك لينكس، وبيساهم فيها زي هيك لما انت تجاوب الناس على question and answer ويب سايتس، في answers.com stack exchange وكيورا. مين استعمل مثلا ياهو answers؟ ممتاز. في بالمناسبة لجوجل موجود جوجل إجابات بالعربي. بالمناسبة جوجل إجابات من تجربتي الشخصية في أسئلة كنت أكتبها بعد 5 minutes تكون top result بجوجل، أسئلة معينة. طبعاً أكيد جوجل رح يغاوز مع جوجل إجابات، أوكي، وكتير كتير 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 بيغاوز مع ويكيبيديا. مين عمره كتب article على ويكيبيديا؟ interesting، عدد منيح، لأنه ويكيبيديا إن جنرال مش سهل نكتب عليها. كمان ويكيبيديا من أعز أصحاب جوجل. Whatever you write، وأنا again من تجربة شخصية I wrote some articles على ويكيبيديا بالكتير 10 minutes كانت top result بجوجل. أوكي؟ كلاود. هلأ إن جنرال جوجل بيحبوا الناس اللي ما بندفع لهم مصاري حتى يحطوا articles، فهم دينوا إنه ويكيبيديا الناس ما بتدفع مصاري عشان to have an article، وبيعرفوا إنه كمان في بني آدمين they review pages، عشان هيك هدول الويب سايتس إن جنرال في لهم يعني بيغاوزوا معهم جوجل. أكيد another way to add profile pages اللي هي document sharing sites، be active on these sites. تفضل إذا في مايك بليز. عندي سؤال بالنسبة للويكيبيديا. طبعا. لما تكتب ارتكل عليه او اشي ويكون في باك لينكس انت تكون بتبيع برودكت، ممكن يعتبروه انه مثلا تايب اوف ادفرتايزنج؟ طبعا بيعتبروه تايب اوف ادفرتايزنج، وعلى الارجح انه الارتكل تبعك ما تعيش اكثر من يوم اول ما حد يعملها ريفيو. لازم احنا لما نكتب على ويكيبيديا يا جماعه تو اد فاليو بالارتكل اللي عم نكتبه، اوكي. انا ما بصير اكتب على ويكيبيديا ارتكل انه والله تم افتتاح موقع كذا كذا واحنا اكبر موقع واحسن موقع وتفضلوا عنا واتسترا. نو، هاي كوميرشال، والكوميرشال كونتنت ممنوع على ويكيبيديا. لكن انا اللي بنصحه مثلا على الويب سايت عندنا، ممكن انا في عندي يكون بلوج اكتب فعليا نصيحه معينه للناس بتضيف فاليو لهم، يعني فعلا اللي بقرا هذا البلوج استفاد شيء معين. فاول خطوه ان انا اكتب اوريجينال فاليبل كونتنت، هذا الاوريجينال فاليبل كونتنت باخده على ويكيبيديا. تمام، وانا بعمل الريفرنس اللي هو الويب سايت تبعي، يعني انا فعليا مش عم بعمل شيء غلط، كتبت ارتكل فيه فاليو مش كثير كوميرشال وكسبت باك لينك وبكسبت ترافيك من ويكيبيديا. هلا انا مثلا ببيع برودكت، ومثلا برودكت نزل جديد، فكتبت انا اوريجينال كونتنت عن هذا البرودكت ومواصفاته مثلا وهيك، بس طريقه الامبيدنج لللينك للباك لينك لموقعي ممكن هي انه تكون زي ما تقول هي انه يشكوا انه هذا ادفرتايزمنت ويشيلوها، مع انه انا ضفت فاليو. اوكي، هلا هم راح يشيلوا، يعني هم ان جنرال بيشيلوا اي ارتكل مبين كثير كثير كوميرشال. يعني انت حاول وازن شويه، يعني اعطي الفاليو تبعت البرودكت تبعك، حاول احكي باي ذا واي عن طريق يعني انت ثيرد بيرسون، ما تحكي باسم الشركه نحن شركة كذا كذا ونعمل والبرودكت تبعنا ممتاز. حاول انه كأنه في شخص عم بيقيم البرودكت تبعك وبيحكي بيسكلي معلومات عنه. فيعني هم بالعادة بيخلوا اي ارتكل بحسوا انه فاد البشرية بشغلة واحدة وما كان كتير كوميرشل. اوكي، وطبعا موضوع نركز شو الباك لينك تكست كثير مهم، هاي كثير بتفيدنا. اوكي، اسم البرودكت مثلا. اوكي، incorporate keywords into tweets and posts. بما انه انا كاتب posts و tweets، يفضل انه تكون هاي posts و tweets بتحكي بالkeywords اللي انا اصلا عملت research عنها. لانه حكيت لكم اول اشي ببلش فيه بقرر انا شو الkeywords بدي اركز عليها، نفرض 10 او 20 keywords، بصير استخدمها نفس الkeyword بالtweets والfacebook posts حتى اقوي وضعي مع هاي الkeywords. ممكن yes. سؤال؟ في ناس بعرفهم بيشتغلوا بالاس اي او بيحكوا لي انه لازم يدخلوا كلمات
انه مش ضروري ان يكون بيرفكت ان عربي، يعني لازم يكون مثلا شيء انه زي ما الناس بشكل عام بكتبوه طبعا in different ways، يعني مثلا طبعاً الكلمه يدخلوها باكثر من طريقه. طبعا هو احنا مرجعنا again هي التول اللي بعطينا اياها جوجل، بنفهم انه ايش الناس بتكتب. للاسف شديد احيانا في كلمات ناس تكتبها غلط، مش لغه عربيه صحيحه 100%، لكن عليها سيرش اضعاف مضاعفه عن الكيورد اللي هي باللغه العربيه الفصحى. انا دائما صراحه بيكون عندي هذا النزاع جواتي انه استعمل الكلمه الغلط اللي مثلا عليها 10 اضعاف الريزلتس، ولا استخدم الكلمه العربيه الصحيحه اللي هي، يعني انا هيك بكون خدمت اللغه العربيه بس ضريت حالي من ناحيه الترافيك. للاسف دائما بيفوز الترافيك. بضطر اني اكتب الكلمه زي ما الناس بكتبوها، لان انا بالنهايه بدي ترافيك، بس مش تكون كلمه يعني كثير غلط، يعني بس انه فيها شغلات الهمزه الها تا مربوطه. اصلا ريسنت لجوجل بطل كثير يفرق بينهم، صار يعتبرهم نفس الكيورد. ممكن سؤال؟ تفضل. بالنسبه للباك لينكس من المنتديات، نعم، لسه فعالين ولا خلص؟ هلا خلينا نحكي بالباك لينكس ان جنرال. يفضل اول شيء اي باك لينك انه يكون من ويب سايت ريليفنت، يعني انا مثلا اذا عم بحكي عن ويب سايت ببيع فيه سيارات، مش معقول احط باك لينك بويب سايت مثلا عن مواضيع نسائيه، يعني خلينا نقول او مثلا اشياء صحيه، ما بتحس انه في كثير ريليفنت. فهي يعني انا عم بحكي لك هلا ان جنرال بالباك لينكس. وشغله كثير مهمه ثانيه عدا عن الريليفنسي، اهميه هذا الويب سايت. اذا كان هذا الويب سايت له عليه ترافيك كثير منيحه، يعتبر ريفرنس بضمن هذا المجال، يعتبر هذا كواليتي باك لينك. لكن اذا كان irrelevant من ويب سايت اصلا البيج رانك تبعه كثير واطي، ممكن يعتبر باد لينك. وريسنتلي جوجل صار يعاقبوا على الباد لينكس، يعني الناس اللي بيعبوا المنتديات باك لينكس لهم صار اثرها سلبي. زمان كانت مش مهمه، ما كانوا كثير يهتموا بالباك لينك، بس ريسنتلي صار يعاقبوا عليه. في منتديات عامة جدا زي دي في دي فور عرب اللي هي كانت صارت مكتوب. اوكي. يعني هاي مثلا الترافيك عليها عالي جدا ومتنوعة، فيها كل المواضيع اللي ممكن تحلم فيها، لكن برضو حتى هاي المنتديات صار أي لينك يجي منها أحيانا يعتبروه باد لينك. يس. هلا هي هلا الباد لينك، أنا بسأل لأنه يعني كانت في فترة اللينكات في المنتديات جدا مهمة. مظبوط. فجأة صارت كأنه بدهمش يعني يعتمدوا على أي منتدى. وهذا كتير أضر بناس كانوا يعتمدوا على هذا الموضوع. مزبوط. هلأ جوجل بضلوا يتعلموا كل يوم، جوجل بضلوا يتعلموا كل يوم، بيحاولوا قدر الإمكان إنه هم يعطوا الريزلتس المناسبة بغض النظر عن الناس اللي اشتغلت زيادة على موضوع الباك لينكس. يعني هم بيحاولوا إنه يعطوا الريليفنت ريزلتس بغض النظر عن الباك لينكس. أرجع لسؤالك، هلأ ما بضر إذا كان الويب سايت هو فعلياً، يعني أنا عم بقدم فاليو للناس بالباك لينك تبعي، يعني أنا دخلت على فورم له علاقة بالمنتج تبعي، فما في ما بضر، هذا لا يعتبر باد باك لينك. It's fine to have it يعني. أوكي، بس ما له أهمية كبيرة. يعني الفورم اللي بيسمح لكل الناس تعمل باك لينكس وعنده عشرات آلاف الباك لينكس، ما بيعتبر جوجل بأهمية مثلا ويب سايت تعمل لك باك لينك زي bbc.com cnn.com. يعني لما ويب سايت كثير كثير محترم يعمل باك لينك او تو منشن ويب سايت ثاني، هذا له قيمه اكيد اكثر من 1000 باك لينك. مش مهم كيف، من وين الباك لينك، هاي كمان مهمه جدا، مش بس العدد. اوكي، درايف ترافيك تو يور ويب سايت. لما سالني زامل انه بفيدني بلينك او بدون لينك، هو فعليا بفيدني، لكن انا كمان مش غلط اذا كمان جبت ترافيك للويب سايت تبعي. فكتير ناس ببالغوا انه ما بحطوا لينكس بالتويتس تبعونهم او بالفيسبوك بوست. انا دائما بنصح انه نحط اللينك عشان كمان احنا تو برينج ان ترافيك للويب سايت. فالسوشيال ميديا كمان كترافيك سورس تعتبر كثير مهمه. اوكي، معلش تعيد السؤال. هل بتنصح انه تكون الكونتنت موجوده على الويب سايت وانا بعملها شير على الفيسبوك في البوست او بعملها تويت في تويتر؟ نعم. وبعمل لينك للويب سايت في نفس الوقت. نعم. هذا طبعا بيرفع الاسي او بشكل نعم طبيعي. نعم، اكيد بنصح ان الكونتنت يكون موجود على الويب سايت ويكون
نفس التايتل حتى مستخدم، هذا بقوي يعتبر باك لينك، بقوي التايتل تبع البيج. اوكي كثير بيهمنا موضوع الريتش اوت تو انفلوينشال سوشيال ميديا بيرسوناليتيز. يعني زي ما حكيت هلا للاخ اللي سالني عن موضوع الفورمز، كويس انه يكون في عندي باك لينكس، بس يفضل من كواليتي ويب سايتس. ونفس الشيء على السوشيال ميديا، لما شخص عنده مثلا 100,000 فولوور يعمل لي ريتويت او منشن، اكيد جوجل باخذ بعين الاعتبار هذا الموضوع اكثر من حدا اقل انفلوينشال على السوشيال ميديا. اوكي، فعشان هيك بيهمنا دائما تو بيلد ريليشن شيبس كثير منيحه مع الانفلوينشال بيبل على السوشيال ميديا، لانه التويت منهم او الفيسبوك بوست بجوز تفيدنا عن 100 باك لينك. اوكي ببلش كونتنت وذن ا ريزونبل تايم فريم. انتم بتعرفوا انه في شلف لايف لكل بوست، فيسبوك بوست والتويت، يعني الريتش تبع الفيسبوك بوست والتويت بيكون في قمته في اول هلا بيختلف من بلاتفورم لثاني، وهلا فيش ارقام كثير دقيقه في الموضوع، بس الاغلب عم بيحكي انه 50% من الريتش بيتم within the first 5 minutes تقريبا. اوكي بجوز كمان خالد اكثر يعني يعطينا عن هذا الموضوع، بس بهمنا كمان انا امتى بعمل الكونتنت هاي بعملها ببلش. اوكي موضوع التايم تبع الببلش كثير مهم. يقال انه كمان بعد 22 hours تقريبا اي بوست او اي فيسبوك تويت او فيسبوك بوست تقريبا بتصير almost dead. يس هلا في عندي انا صراحه معلومات بالنسبه لفيسبوك. لو تعيد السؤال. اوكي بدي اسالك انه قديش الشلف تايم تاع البوست على تويتر وفيسبوك؟ يس انا في عندي شويه معلومات عن الفيسبوك بوست، انه الفيسبوك بوست جيت 50% اوف ذير لايكس اول 80 minutes. هاي كشلف لايف، بس ذا تويتر صراحه ما عندي معلومه دقيقه عنه. يعني again know when to publish on social media sites. يعني أنا بهمني أعرف ال behavior تبع الناس على هاي الويب سايتس in general، إمتى بتكون active. أنا بهمني كمان أنا to engage معهم بهاي الأوقات. I think كمان معلش سؤال خالد covered that. سؤال yes. هون تفضلي. نحن ضلنا نحكي بس عن فيسبوك وتويتر، طيب يوتيوب ما له دخل خصوصا على جوجل، جوجل بلس؟ لا طبعا بدي احكي عن هاي الاشياء، وشكرا عشان سالتي. بالعكس انا دائما بحكي انه الناس كثير مضايقين موضوع السوشيال ميديا بس بفيسبوك وتويتر. بالمناسبه جوجل بلس بالذات عم بيكتب كتب عنه، عن قديش له تاثير على الاس اي او. وبالعكس انا بنصح كثير الناس بيشتغلوا اس اي او يكونوا اكتف على جوجل بلس اكثر من فيسبوك وتويتر، لانه هلا يعني اكثر اريا اكثر فرصه لجوجل انه هم يقووا جوجل بلس كانت موضوع الاس سي او، وهم بيعرفوا هاي الشغله. فمن التيبس مثلا بنصح فيها كثير، انه كل حدا بكتب كونتنت على اي ويب سايت يكون له جوجل بلس بروفايل، وهو دائما يستخدم الجوجل بلس بروفايل كاوثر لهاي الكونتنت. هاي بتعطيها بوش كثير عالي على 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 السيرش ريزلتس. هلا اي حدا بكتب اي كونتنت، مثلا انا عندي كونتنت ويب سايت بحط اخبار، ويفضل اني انا كاوثر، هاي كمان التكنيكال بيبل بيساعدوكي فيها، اهم شيء تعملي جوجل بلس بروفايل كاوثر وبيستخدموها بالكود، حتى بصير يطلع وذن السيرش ريزلتس، وذن السيرش ريزلتس بيطلع الاوثر. فجوجل بلس له اهميه كثير كبيره، ويوتيوب كمثل باي ذا واي كمان يوتيوب. بس مشكله يوتيوب انه اغلب الناس صعب عليها تحط كونتنت على يوتيوب كونه اتس فيديوز، بس الجوجل بلس انا كثير بنصح الكل يكون اكتف عليه. بعرف عنا بالريجن مش كثير مستخدم، قليل الناس بيستعملوه، بس قدر الامكان الواحد يكون انجيجد مع الناس، لانه بعطيني برايورتي حتى للناس اللي وذين السيركلز الموجودين معي. فكثير مهم انه نكون اكتف اوسو على جوجل بلس. يس مايك بليز. لا خلص عندي تعليق على ذروة البوست. بتوقع انه مش كتير له وقت او توقيت زمني او شيء هيك، انه الواحد ينزل مثلا الظهر كتير في ناس فعالة بالليل الى اخره. البوست نفسه والشخص المؤثر هذا
اي وقت بنزل واي وقت بعمل يعني شيء كويس للناس، الناس تتفاعل معه، بتكتب يعني بتصير ردود واشياء هيك، حتى لو بعد ساعتين او ثلاثه. وانا يعني هاي لاحظتها يعني شخصيه، يعني ماشي. اذا بوافقني مثلا خالد، بس انا اي ثينك لا، لسه متاكد انه معظم الناس على الاقل على الاقل في اوقات الفولورز او الفانز بيكونوا اكتف اكثر من اوقات ثانيه. لا انا بخالفك. هو ديبيت ممكن نحكي فيه طويل. يس. بس يعطوك المايك بليز. كنت بدي أعلق إنه إذا كانوا الفولورز تاعونك من كل مكان بالعالم أو أوكي. فإنه أنت كيف بده يكون الوقت معين؟ هلا إذا أنا بالأردن مثلا ممكن أحكي الليل ونهار، بس إذا أنت كنت عم تحكي عن ما في مشكلة. هلا في كتير ناس، مثلا أنا بتابع جاي كاواساكي على تويتر، بلاحظ إنه هو بيعيد التويتس تبعته كل 4 أو 6 ساعات، فهو فعليا بيعمل هيك عشان توريتش الناس اللي من different time zones. فيعني أنا ما بقول إنه واحد، يعني بجوز عشان كمان أعلق على ملاحظة الأخت قبل، مش غلط لو واحد مرات عاد لتويت بأوقات تانية عشان توريتش الناس أكثر. حسب أنا، هل 90% من الأودينس تبعي بالأردن ولا مثلا الدول تانية؟ طبعا بيلعب دور. كان في سؤال تاني؟ بس لحظة بليز، كنتك تسأله وخلص مايك. دقيقة بليز، بس لأنك سألت أكثر من التاني، تفضل. بس بدي أسأل، النصائح اللي بنحكيها عن جوجل هي الناس تنطبق على بينج وعلى ياهو، ولا في لكل سيرش يعني مخصص معين فيه؟ هلا هو بصراحة أنا لما أحكي سيرش إنجن أوبتمايزيشن بحكي عن سيرش إنجنز إن جنرال، لكن كونه جوجل عنده حصة الأسد وحتى بيدعوا إنه بينج بياخدوا منهم سيرش ريزلتس، فإحنا مضطرين نضل نحكي جوجل جوجل. بس هو فعليا أنا عم بحكي عن سيرش إنجنز إن جنرال، معظم السيرش إنجنز اللي عم تتبع نفس الألغوريثمز، بس أكيد جوجل هم اللي يعني لهم حصة الأسد. بالمناسبة في حد بيستعمل بينج للسيرش؟ ولا لا لا والله نتبر يعني تقريبا 10 رفعوا ايديهم. متى بتستعملوا بينج؟ مين بيحب يقولنا امتى بيستعمل بينج؟ لما بدك تدور على شخص، عن معلومات عن شخص. اوكي بالغلط. فيسبوك عم بيحاول يقوي بينج باي ذا واي، يعني بس تفضل. بس بصير تحكي لاحظتك على المايك. بحكي على جوجل اناليتكس، بيجيني ترافيك منيح من بينج ومن ياهو، فانا مش راح اخذهم اكيد بعين الاعتبار. اكيد بس بتستخدمها يعني اكيد اكيد اكيد. بس صار في عندي صراحه فضول اعرف الترافيك عم بيجيك من اي بلاد تقريبا، لانه تقول لي انه في نسبه منيحه من بينج وياهو. هلا من البلاد العربيه بشكل عام، بس أوكي. انه لو تحكي مثلا 10% اكيد مش راح تطنش من 10%. اكيد اكيد. انا دائما بحكي انه السيرش انجنز كلهم اولاد حلال، بس يعني جوجل مشكلة إنه هو أكثر إشي مستخدم حتى بالعالم كله، حتى بأمريكا بينج حصتها كثير كثير قليلة. بس لا، خذهم كلهم بعين الاعتبار أكيد. أوكي، هلا بالنسبة إلي أنا هيك أنهيت البرزنتيشن. إذا في إن جنرال كويستشنز عن الـ SEO كمان أو سوشيال ميديا، تفضل. بس في سؤال ثاني بليز. يعطيك العافية. اهلا، الله يعافيك. انا بس عندي سؤالين. تفضل. السؤال الاول، على اي اساس بالفري زون بجوجل يكون الويب سايت الاول واحد؟ ايش الويب سايت لازم يعمل عشان يجي السيرش يكون الاول؟ ممتاز، هذا اكثر سؤال بنساله بالاس سي او، كيف انا اكون توب ريزلت بجوجل؟ هلا زي ما قلت لك، بس اجاوبك اول واحد، انه هلا في شغلتين رئيسيات زي ما حكيت. اول شيء تكون كونسيستنت بالكونتنت الموجود عندك على الويب سايت، يعني لما جوجل يدخل على الويب سايت يعمل سكان لهذا الويب سايت، يفهم انت عن شو بتحكي. اوكي، هاي نقطه كثير مهمه، لانه الويب سايت بتحكي بكثير كثير كثير توبكس، مرات بيكون الموضوع اصعب شويه. اثنين، لازم تثبت لجوجل انه انا بفهم اكثر من الثانيين بهذا التوبك. هلا اول شيء بهتم بالكونتنت الموجود عندي يكون يونيك، يكون مرتب. اثنين، عشان اقنع جوجل انه انا اكسبرت، بدي هون بده الواحد يشمر عن ايديه ويشتغل. سوشيال ميديا، باك لينكينج، حتى لو أوفلاين إيفنت الناس عم تحكي عن ويب سايت معين، أي بز أنت بتعملها أونلاين بتساهم إنه إحنا عم نعطي سيجنالز لجوجل إنه اسمع، هذا الويب سايت بالتوبيك الفلاني بفهم. فلما الناس تدور عليه أعطيه بريوريتي أحسن. أوكي، فهي يعني هذا الجواب الجنرال. هلا كل ويب سايت له كيس لحاله،
كل فيلد معين من الويب سايتس فيه له طرق معينه. في عندك سؤال ثاني؟ انت حكيت انه جوجل جت بيد 7 سنت لكل كليب حسب الكيورد. طب هو بيز ذم يعني مين بعطيه؟ الادفرتايزر. هلا مثلا افرض انا هاي الكلمه كانت وظائف، انا عملت ويب سايت عن الوظائف بالاردن بجنن، في عندي فيتشرز مش طبيعيه، بس عمي كل ما الناس تكتب وظائف بالاردن بطلعش بالتوب ريزلت، وبعدين بدي ادفع. اوكي، اصلا هذا كان اكثر ريفينيو ستريم بجيب لجوجل انه الادفرتايزر بدفع. بالمناسبه 7 سنتس اللي بتدفعها هاي مسميها سي بي سي او كوست بير كليك، بتختلف حسب الكيورد. بالمناسبه في كيوردز مثلا بامريكا بتوصل 40 دولار 40 اكشلي في 47 مره شفت كلمه انشورنس، كلمه انشورنس وصلت 47 دولار بير كليك، يعني لو اجا 1000 كليك بهذاك اليوم دفع 47000 دولار. اوكي، احنا طبعا محظوظين بالريجن انه عندنا السي بي سي كوست كثير واطيه لانه الكومبيتيشن كثير قليله، حتى الادفيرتايزنج فيه كومبيتيشن لانه هو اوكشن زي ما زاد، اللي بيدفع اكثر بيطلع اكثر من الثاني. تفضل عمر. برا البزنس اذا واحد بيحكي عن مدونه ايش احسن موقع تواصل اجتماعي يستخدمه، وشو هي السيرش انجن ووردز اللي يستخدمها؟ تمام. وهل يعيد يعني تدويرها في اوقات معينه ولا يبعثها مره وبعدين؟ ممتاز، خلص. ممتاز. هلا باعتراف مات كاتس من جوجل، اكثر سي ام اس يفضل للاس سي او هو ووردبريس. ووردبريس ان جنرال هو يفضل بعنف لموضوع الاس سي او، بقطع شوط كثير كبير انه يكون جاهز الويب سايت للاس سي او. هاي اول شغله. اثنين، موضوع قديش تعيد الكيورد ضمن البوست، هاي لازم تكون كثير حذر فيها، لانه في شيء اسمه كيورد ستافينج. اذا لازم تكون تقريبا الكيورد اللي بتستهدفها بالبوست ماكسيمم 5% من التكست. ماكسيمم 5% من التكست، يعني مثلا لو انا بستهدف كلمه الوظائف مثلا، مش معقول انا كل ثلاث اربع كلمات اعيد كلمه وظائف وظائف وظائف. هلا تكرار الكيورد كويس، بس يعني خلينا نحكيها بالعقل، لازم يكون اراوند 5% من كل التكست. يعني اذا عندي 100 كلمه على هاي البلوك بوست، يفضل انه حوالي 5 مرات اعيد الكيورد انا بستخدمها. اكثر من هيك بصفي جوجل بحس انك انت عم تبالغ بذكر الكيورد، بس اذا ذكرتها اكثر من ويب سايت ثاني بحكي اوكي هدول التو ويب سايتس ار كومبيتينج على هاي الكيورد، بس هذا البيج ذكرتها 4-5 مرات وهاي البيج ذكرتها مره، انت بيكون عندك يعني تشانس اكثر انك تطلع فيها. موضوع حتى مرات التكست فورماتنج له دور، يعني انا الكيورد لو عملتها بولد انا كاني عم بحكي لجوجل انه انا مركز على هاي الكلمه بهاي الكيورد، يعني بمعنى اخر كاني عملت براندنج للبوست على هاي الكيورد. اوكي، فهاي النقاط كلها مهمه لما انا اعمل بلوج بوست. والبلوج بوست ان جنرال السيرش انجنز بحبوهم لانه بيعرفوا انه موست بروبلي هاي يونيك كونتنت، فالها بلس. يعني وين ما بتقدر انك انت تحكي عن البلوك بوست تبعك وزعها، بتساهم انه هي ترتفع كمان بالسيرش انجن رانكينج. اوكي، which is more SEO friendly، بلوجر ولا ووردبريس؟ ووردبريس. ووردبريس بس هلا احنا عم ناخذ 1 فاكتور من 200 فاكتورز بالاس سي او، عشان ما نحكي انه اللي بيستعمل ووردبريس خلص شو ما يكتب كيوردز رح يكسبها. عم نحكي عن 1 فاكتور من كل فاكتورز، لانه ووردبريس كثير ماخذين موضوع السيرش انجنز بعين الاعتبار، موضوع السيرش انجن فريندلي يو ار الز التايتلز، يعني بتقطع كثير شوط كبير من الاون سايت اوبتمايزيشن لما تستخدم ووردبريس. بس تذكر انه في 199 عامل ثاني تشتغل عليهم بالاس سي او. هو احنا كان المفروض هذا اخر سؤال، ناخذ اخر سؤال. اوكي تفضل. هلا السؤال الاول اللي بدي اساله، هلا الروابط العربيه اللينك لما احطها بالعربي مثلا example.com/ هيك بدي اكتب كويس، هيك منيحه، بس مشكلتها لما تنحط على الفيسبوك تنحط برموز غريبه، هذا بياثر على الاس اي او ولا لا؟ منيح. اول شيء انا بنصح الناس انها تستخدم باليو ار اس احرف عربيه. اوكي، هاي كثير منيحه بالذات اذا انت عم تستهدف كيوردز عربيه. اوكي، فانت مش عشان انا
عشان السوشيال ميديا اللينك بصير كثير طويل ما استخدمه. فاول نصيحه انك لا استخدمه اوكي، وجوجل باخذوه بعين الاعتبار، بيعتبروه انه اذا انت حاط الكيورد باليو ار ال معناته كثير مهمه. موضوع الشورتنينج يعني اوكي بضعف شويه اللينك شويه بس مش كثير، يعني انت يلقيت ترافيك وجوجل بيفهموا محتوى التويت نفسه، يعني جوجل حتى مش بس بتطلعوا على الباك لينك، بتطلعوا على الكلمات اللي حوالين الباك لينك، فهي كمان لها دور، فمش مشكله يعني دوت. هلا سؤال مثلا موقع دموز كان له تاثير كبير انه اذا حطيت موقعك عليه للاس اي او هو دليل الرانك تاعه عالي كثير. الشيء الثاني كان المواقع اللي كنت تغذيها عن طريق الار اس اس زي تكناري والشيء اللي بيسحبوا البلوك، هل صارت هاي مضره هلا؟ لانه بقولوا لا. بالقانون الجديد صارت تضر. اذا انت عندك ار اس اس فيد على البلوك تبعك بالعكس هذا كثير منيح، لانه الناس بيسكلي عم تعمل لك باك لينكينج. لا هذا ما مين حكى انه مش منيح، بقول انه هيك تعتبر كانها سبام انه بضل مواقع زي هيك. انا بكتب بلوج مثلا عن الرياضه وعامل ار اس اس فيد، اللي بده يحط الكونتنت تبعي عنده ما عندي مشكله، هاي ما فيها اي ضرر عادي انشر الار اس اس فيد بالعكس من يعني هاي بيست براكتس انك انت تحط ار اس اس فيد. شكرا يا جماعه، انا موجود طبعا ان شاء الله معظم اليوم، اذا حدا عنده اي سؤال انا جاهز اساعده. شكرا. شكرا جودت. هينا احنا ماشيين بالتويتر اكاونت سو فار، شايفين ايش الشباب عم يسووا، they are following people or they are engaging with them. سو فار من الصبح لهلا 65 it's very healthy 1 to 1 follow ratio، 50 تويت طلع سو فار. سو مين بدي حذر من هون للساعه 4 كم فولوور حنوصل؟ just tweet it, send a tweet, guess how many followers, but I think 95 is good number. هلا we're gonna take a break. حنرجع الساعة 12 للبانل، حيكون زيد ناصر المودريتر مع تكيت معلي LG و the online project. See you at 12.